مصر تشهد تنمية وثورة عمرانية في كل المحافظات وفي كل ربوع مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سكن لكل المصريين هو طفرة حقيقية عمرانية واقتصادية واجتماعية في كل المحافظات، والمدن الذكية حلم عالمي على أرض مصر. وعشر سنوات من الإنجازات استطاعت خلالها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحقق وتنجز وتقيم مشروعات إسكان في كل شبر على أرض مصر، وبالفعل استطاعت في هذا المجال أن تحقق تنمية عمرانية وسجلت اسمها بالفعل بحروف من ذهب ومن نور في تاريخ مصر الحديث، محققة بصمة قوية في الجمهورية الجديدة. بدأت الوزارة بمشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل، والذي يعد أكبر مشروع إسكان على مستوى العالم موجه لفئة المواطنين محدودي الدخل. أيضا أكثر من 508 ألف أسرة حصلت على وحدات سكنية بمتوسط 1,500,000 نسمة. كما بدأت وزارة الإسكان بإقامة مشروعات الإسكان الموجه لمتوسطي الدخل، ثم بدأ تنفيذ مدن الجيل الرابع وعددها 37 مدينة جديدة. بيشرفنا في الاستوديو الأستاذ دكتور ضياء الدين إبراهيم، أستاذ العمارة كلية الهندسة جامعة عين شمس. هنتكلم عن تفاصيل أكثر عن هذا الملف وهذا الإنجاز الذي يتحقق على أرض مصر. أهلا بك يا فندم معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة الجمهور. شرفتني يا فندم. وكل سنة وإحنا طيبين. انتصارات أكتوبر والأعياد والمناسبات الجميلة سياسية واجتماعية ودينية، نتمنى دائما أنها يعني تحقق مزيد من الأمن والأمان والسلام للأسرة المصرية. الإسكان بصفة عامة وهذا القطاع، قطاع الإسكان والتنمية العمرانية من وجهة النظر الهندسية، لها خصائص، لها معايير، لها نتائج، لها ثمار وتأثير وانعكاس على حياة الفرد وعلى حياة المواطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا أيضا. يا دكتور كلمنا عن هذه الفلسفة وهذه الرؤية التي وضعتها الدولة المصرية متمثلة في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق يعني نتائج ملموسة في هذا القطاع. كل سنة وحضرتك طيبة والمصريين كلهم طيبين وبخير حلو. وبإذن الله دائما مصر طيبة وبخير دائما. يمكن في العشر سنين الأخيرة ديت اتعمل فيها كم كبير من مشروعات الإسكان احنا بنعتبرها محطة تاريخية، يعني في تاريخ مصر كده وقت في محطات أساسية في البناء وفي التعبير وفي توفير سكن ملائم للمواطنين. الحقبة بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر محطة من المحطات الرئيسية والحقب التاريخية في تاريخ مصر. ليه؟ لأن كان فيها إرادة وكان فيها قرار. احنا مشكلة الإسكان عندنا من قديم الأزل، احنا شعب تعدادنا وصل ل 110 مليون دلوقتي تقريبا، بنزيد كل سنة 2.2 مليون، يعني كل سنة بنولد دولة كاملة. عندنا حجم طلب بقاله 50 سنة عمال بيتزايد بيتراكم. عندنا معدلات للزواج معروفة من أسامي الجواز، معروف إن عندنا 700 ألف حالة جواز تقريبا كل سنة، وعندنا برضو بعض الحالات بتاعت الانفصال اللي برضو عايزة شقة. عندنا احتياج للسكن في كل قطاعات الدولة وفي كل قطاعات الشعب تقريبا. طب إيه بيفرق الفترة دي عن الفترات التانية؟ إن دي جابت الدراسات اللي اتعملت قبل كده كلها بالكامل وكانت موجودة وما كناش قادرين نعملها، شايفين إن ده حلم صعب أو إن إحنا نوصل إليه أو إن إحنا نخش التحدي ده. ودرست كويس قوي 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 واتخذ فيها القرار إن إحنا ننفذها كلها وندخل فيها علشان نحل المشكلة حل جذري. طب نشوف إيه الفرق بقى في اللي حصل. أول حاجة جغرافيا، زمان كان التنمية دائما متركزة في الحضر، نسمع مشروعات الإسكان الاجتماعي في القاهرة الكبرى، في اسكندرية، في الجيزة، بعد كده لو روحنا أي إقليم صعب قوي. طب حاليا إحنا عندنا الإسكان في أسوان وفي حلايب وفي شلاتين وفي راس حدربة على خط عرض 22 حدودنا، كل ده فيه إسكان. السلوم واسكندرية ومرسى مطروح والواحات والوادي الجديد، أماكن عمره ما تعمل فيها إسكان قبل كده وفيها أهالينا اللي كانوا محتاجين ده بشدة. سينا والتطوير بتاعها كله بالكامل وحدودنا لغاية طابة ورفح، قلب الدلتا كله بالكامل، قلب الصعيد كله بالكامل بمحافظات الصعيد. فجغرافيا في طفرة كبرى على جميع المحافظات، وده أدى لإيه؟ إن الناس تقعد في أماكنها وبالتالي قدراتها الاقتصادية
تزيد ما تتحطمش نتيجة انه ينتقل لمحافظة تانية او يبقى بيدور على مكان يسكن فيه، لا هو هيعيش وسط اهله وهيستعمل قدراته الاقتصادية وهيعيش وسط المكان بتاعه. فيبقى جغرافيا دي اول مرة يتعمل فيها مشروع بالحجم ده على مستوى الدولة كلها بالكامل. وقطاعيا، يعني ايه قطاعيا؟ ان احنا كان عندنا مناطق عشوائيه، احنا من اكبر الدوله كان فيها عشوائيات، ودلوقتي من حسن الحظ في محافظات كامله زي بورسعيد وزي البحر الاحمر وزي زي محافظات انتهت منها العشوائيات تماما. وده كان جزء كبير من اهالينا اللي ساكنين جوه الشارع او جوه عشش بن الصفيح او جوه مساكن غير لائقه، كل ده اتطور وبقوا عايشين في بيوت جميله جدا. طب ايه المردود؟ ان في مناطق من اللي اشتغلنا فيها ديت، يعني يمكن بواقع ان احنا اشتغلنا مع الاهالي نفسهم وبنينا لهم في اماكنهم، اتعرفنا عليهم وحاولنا نستعملهم اثناء الانشاء، النجارين شغلناهم نجارين، السواقين خلناهم ينقلوا مواد بنا، الحدادين يعملوا بواب وحاجات من دي، فبقينا عارفينهم. اشتركوا في التعمير. اشتركوا في التعمير، فبقى لهم ارتباط بالمكان والحفاظ عليه. طب ايه الاجمل؟ ان بعد 3 سنين وبعد 5 سنين لما زرنا المنطقه عشان نعمل بعض مشروعات التطوير واللاندسكيب والحاجات ديت، لقينا الولاد اللي كانوا بيلعبوا حوالينا في الشارع اثناء الانشاء فيهم ناس دخلوا كليه الطب، وناس دخلوا كليه الهندسه، وناس دخلوا كليه الحقوق، وناس بقوا تجار، وناس فتحوا محلات، وان التطور اللي حصل في اسكانهم حولهم انعكس على شخصيتهم اقتصاديا واجتماعيا. بقى حابب المكان، عايز يحافظ عليه، بقى عنده حاجه يحافظ عليها. يعني زمان كان عنده عشه مش فارقه معاه، بقى يطلع يعمل شغب، يطلع يعمل مشكله، مش فارقه معاه حاجه، ما عندوش حاجه يخاف عليها. صحيح. النهارده حصل تحول اجتماعي كامل بطريقه ايجابيه، طريقه للانشاء وطريقه للتعمير. ففي قطاع كامل بتاع العشوائيات ده الدوله اشتغلت عليه ووفرت فيه عدد مهول من الاسكان، حل المشكله بشكل كبير قوي. في قطاع تاني بتاع الاسكان الاجتماعي، احنا عندنا هرم كبير قوي، الشعب بيمثل الهرم في قاعده عريضه، الفئات الاكثر احتياجا تحت في قاعده الهرم لغايه قمه الهرم فوق. اتعمل مشروع الاسكان الاجتماعي، هو الاكبر في العالم بالنسبه للعدد ده، واتعمل في كل المحافظات، لكن المره دي اتعمل بشكل مختلف. كان زمان كلمه المساكن الشعبيه كلمه مربوطه بصوره سلبيه عن المكان، النهارده بقى اسم الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط والاسكان فوق متوسط اللي بقى دار مصر وبقى جنه مصر وبقى كل مشروعات الاسكان الجميله اللي احنا شايفينها ومشروعات اهالينا اللي اتعملت اهالينا 1 و2 و3 و4. الحاجات دي كلها بقت اماكن لما نذكرها الانسان يبقى مبسوط وبيفخر انه ساكن في الحته دي، ما بيستخباش. دي برضو رساله كانت مهمه جدا كنا مهتمين بيها. كان سياده الرئيس بياكد على حته مهمه قوي، انا مش عايز الناس تخش جوه الوحده بتاعتها تقعد تكسر فيها وتعدل فيها، مش عايز الناس تخش عشان تفرش الوحده يتبهدلوا، مش عايز الناس تدخل تعاني جوه الوحده والوحده يبقى الناس مش ساكنين جواها، ده ساكنين نص حياتهم جواها ونص حياتهم في الشارع عشان مش مكفياهم. فقال احنا هناخد التحدي الاكبر اللي كنا بنخاف منه زمان، ان هنوفر مساكن لائقه جنبها خدمات لائقه جنبها خدمات رياضيه وصحيه واجتماعيه، بحيث ان احول سكان المنطقه دي وده العدد الاكبر من الشعب لسكان منتجين، سكان منتميين للوطن، شايفين الوطن ومصر محافظه عليهم. كنت بتكلمنا عن فلسفة البناء على أرض مصر وفكرة إنشاء يعني تجمعات سكنية عمرانية في كثير من الأماكن في مصر، إن لم يكن في كل مكان على أرض مصر، لتحقيق حياة مستقرة وآمنة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لكل مواطن مصري على أرض مصر باختلاف الفئات والمستويات والشرائح الاجتماعية. وإنه هذه الفلسفة يعني كان من شأنها إنها تدر أموال على الدولة من أجل يعني توفير ميزانيات للصرف على قطاعات أخرى ومبادرات إسكان أخرى، ويمكن نذكر منها أيضا مبادرة حياة كريمة اللي كانت من أهم أهدافها توفير أيضا السكن الملائم لأكثر من 50% من الشعب المصري. المستقبل القادم والمرحلة القادمة لنبني على ما سبق، حضرتك متوقعها ازاي او شايفها ازاي؟ انا متخيل مبادره عظيمه زي بتاعت حياه كريمه دي اسمها بيلخص الامر. احنا عايزين ايه للشعب؟ حياه كريمه. عايزه حياه كريمه. حياه كريمه يعني سكن لائق،
يعني مرافق محترمة، يعني مية شرب نظيفة، يعني صرف صحي سليم، يعني كهرباء مستقرة، يعني خدمات صحية جنب منه ما يجاهدش عشان يوصل لها، خدمات تعليمية مستواها عالي تطلع جيل جديد هو اللي يقود البلد بعد كده لتقدم كبير قوي. هي خطة كبيرة بس خطة عايزة وقت. يعني عشان نغير دولة حقيقة احنا محتاجين 20 سنة عشان يبقى عندنا أطفال عندهم 6 سنين هنعلمهم ونديهم حياة كريمة يطلع عندي بعد كده هوت بعد 20 سنة، من 15 ل 20 سنة دكاترة كويسين، محامين كويسين، نجارين كويسين، حدادين كويسين، سواقين كويسين. ده الهدف الكبير للمبادرة. طب ده بيتواكب معاه ايه؟ هو احنا مش في معزل عن العالم، ان العالم دلوقتي كله رايح فين بقى؟ رايح لمدن ذكية، رايح لمدن خضراء، رايح لمدن فيها جودة حياة. وده اللي اتعمل في 37 مدينة الجديدة، ازاي المدينة تبقى مدينة ذكية. ذكية يعني ايه؟ الناس تاخد كل خدماتها من غير جهد ومن غير عناء، الناس تاخد كل مرافقها بمستوى عالي جدا من الجودة، الناس تقدر تكومينيكيت وتستعمل التكنولوجيا الحديثة بدون جهد. وده احنا الحمد لله الناس تقدر تحافظ على البيئة ويكون هناك بالزبط. استدامة، تنمية مستدامة بالزبط. دون التأثير أو الخلل البيئي بالظبط. ده هيخلينا نحافظ على البيئة، هيخلينا نحافظ على البشر نفسهم اللي ساكنين، هيخلي صحتهم أفضل، هيخلي عمرهم أطول، هيخليهم لما يعيشوا حياة يعيشوا حياة سليمة بإذن الله وتبقى حياة كريمة في نفس الوقت. أنا بشكرك جدا أستاذ دكتور ضياء الدين إبراهيم أستاذ العمارة كلية الهندسة جامعة عين شمس، شرفتني يا دكتور وبالتوفيق دايما، وتحية لكل المجهود اللي بيقدم في هذا القطاع، قطاع الإسكان على أرض مصر. شكرا يا فندم. شكرا أستاذة غادة وشكرا للسادة المشاهدين، وبإذن الله مصر تبقى أحسن وأحسن بإذن الله وليها أجمل مستقبل إن شاء الله. وغدا حلقة جديدة على أرض مصر.